فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: من عمل عمل قوم لوط فهل صحيح أنه لا يقال إنه لوطي؟ وذلك يقول لأنه سوء أدب مع النبي لوط. يقال له لوطي نسبة لللواط، ولوط ما هو منسوب لللواط عليه الصلاة والسلام، اسمه كذا لوط ابن أخي إبراهيم، عمه إبراهيم نبي من أنبياء الله، اسمه لوط. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.